اليوم لنا تلقى التعازي، تلقى التبريكات رضا الغسرة والشهيدين محمود يحيى والشهيد مصطفى يوسف، استشهدوا واقفين ولم يموتوا ولم يعيشوا راكعين. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، الذين لم نجد لهم وصفا أفضل وأكمل وأجل ما وصفهم به الله سبحانه وتعالى في كتابه، رجال من المؤمنين، سماهم مؤمنين وسماهم رجال، وكلمة الرجال لها مدلولها، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين قال الله تعالى عنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله. ما هذا الفرح الذي يعيشه رضا الغسرة والذي يعيشه الشهيد مصطفى يوسف والشهيد محمود يحيى؟ أي فرح هذا؟ أي استبشار؟ أي نعمة من الله هم فيها؟ واهم هذا النظام إذا كان يعتقد أنه بتغييب جسد الشهداء سوف يتوقف مشروعهم. لديه نموذج قبل 1400 عام، استشهد الإمام الحسين عليه السلام، بقى ذكر الإمام الحسين عليه السلام أكثر مما بقى جسده الشريف. اليوم نحن لا نحتاج أن نذهب إلى كربلاء نستذكر الإمام الحسين عليه السلام، هو مدفون في القلوب في العقول. النظام أسس في البحرين إلى استنساخ هذه النماذج، وفر علينا عناء ومرحلة كنا نحتاج أن ننظر لها ونقوم باستحضار أدوات لكي نجعل الأمة تعيش واقع الشهادة، ولكن النظام بعنجهيته رسخ مفهوم الشهادة الآن في قلوب الأطفال. واقعا قرأنا في تاريخ البحرين أن البحرين لم تعيش مرحلة من مراحل تأصيل المفاهيم كما تعيشه الآن من 2011. لذلك في محضر الشهداء، في محضر وليسوا أي شهداء، اليوم أنا كخليجي أفتخر أنني أنتمي إلى الخليج. كان الصورة النمطية عن الخليجيين أنهم شعب نفط، شعب رفاهية، شعب عايش وفكر في الاقتصاد، فكر في التنمية، فكر في الأمور المادية. اليوم رضا الغسرة كنا نسمع عنه فقط أنه نماذج في لبنان، اليوم لا، مو في الحشد الشعبي ولا في حزب الله فقط، اليوم عندنا في البحرين، احنا نصدر هذه النماذج أيضا ونفخر بها. الشكر الجزيل إلى الشهيد رضا الغزرة على هذا الزخم وهذا العطاء اللامحدود حتى آخر رمق، مات واقف ولم يعيش راكع. الشكر إلى رفيقيه الشهيدين، أعمار هؤلاء العظماء عادة تكون قصيرة لأن الأمة لا تستوعب مشروعهم إلا بدمائهم. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في جوار الحسين إن شاء الله والشهداء والصديقين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.